للعودة مرة أخرى إلى الأستاذ الباحث السياسي والكاتب الأستاذ حسين العليان، ينضم معنا من عمان للتعليق على الوجود الأمريكي في العراق والحديث عن بقاء القوات الأمريكية أو الوجود الأمريكي ل 28 سنة أخرى في العراق عبر اتفاق غير معلن بين الكاظمي وواشنطن. مرحبا بك أستاذ حسين العليان. أهلا ومرحبا أخي الكريم. تحالف الفتح يقول إن اتفاقا غير معلن بين الكاظمي وواشنطن يسمح ببقاء أمريكي في العراق ل 28 سنة قادمة، كيف تنظر إلى ذلك؟ ما هي توقعاتك؟ يعني أنا أعتقد أنه الكل في مزاد سياسي لفبركة التصريحات والإعلام. من جهة، تحالف الفتح هو من أنتج الكاظمي في الحكومة، يعني بمعنى التوافق الكتل الكبرى والتوافق الإقليمي والدولي هو ما أنتج حكومة الكاظمي. حكومة الكاظمي لا تملك مشروعية برلمانية إذا ما تمسكت الولايات المتحدة بالنظام السياسي القائم في العراق، وبخلافه فإن انفراط عقد التحالف القائم في العراق كمنظومة سياسية يعني الذهاب إلى مواجهات مباشرة بدماء وأيدي العراقيين. لكن أن تعلن الولايات المتحدة عن وجود سيستمر 28 عاما قبل زيارة الكاظمي إلى واشنطن فهي تستبق الحدث وتحاول أن يعني تبعث برسائل متعددة الاتجاهات. يعني ماذا يعني أن الإدارة الأمريكية يعني تقول أن الحكومة في بغداد ترحب ببقاء قواتها في العراق، ألا ترى أن ذلك يؤكد ما ذهب إليه تحالف الفتح وأن هذا الأمر هو فعلا يعني هي رسائل متبادلة؟ يعني الولايات المتحدة تبعث برسائل والإيرانيين عبر حلفائهم العراق يبعثوا برسائل، وهذا الموضوع للاستهلاك تقديري. يعني الولايات المتحدة عجزت أن تبقى في العراق لسنوات بسيطة يوم قرر العراقيين مواجهتها. اليوم ما الذي يستفيده العراقيين من وجود 28 سنة سينظمها الكاظمي، سيما وأن الكتل البرلمانية والنظام البرلماني هو بيد الإيرانيين؟ إذا قرر الأمريكان قلب المجان فمعنى ذلك أن هناك مواجهات دامية مجددا في العراق للاصطفاف إما مع أمريكا وإما مع إيران. يعني إلى أي مدى ترى أن الكاظمي بترحيبه ببقاء القوات الأمريكية في العراق لو صح الاتفاق فعلا يعني والذي يتحدث عنه تحالف الفتح هو غزل سياسي لأمريكا وراءه مآرب أخرى أو أهداف أخرى، هل تستطيع أن تقرأ ما هي الأهداف التي يسعى الكاظمي لتحقيقها؟ الحقيقة يعني الكاظمي يدرك تماما أنه أعجز من أن يدخل في هكذا مواجهة، فهو تحصيل حاصل ونتيجة لتوافقات. غدا في البرلمان سيعقدون جلسة ويستطيعون يعني إبعاد الكاظمي عن رئاسة الوزراء إذا ما اقتضت الحاجة أو الخلاف الإيراني الأمريكي ذلك. طيب يعني هل يعني أن الكاظمي اختار الوقوف إلى جانب أمريكا من خلال هذه التصريحات؟ يعني ماذا يعني أنه أو ما يعني أنه ربما اختار مواجهة الأحزاب الطائفية وميليشياتها، هل هو قادر فعلا على مواجهة هذه الأحزاب وهذه الميليشيات؟ لا أعتقد ذلك، هو واحد من منتجات النظام السياسي الفاسد في بغداد، سيحاول تلميع بعض التفاصيل المتفق عليها حتى مع هذا النظام، وسيخدع العراقيين من جديد. المعادلة في العراق معقدة وصعبة، ولا يجوز يعني كل ما جرى تغيير سطحي وشكلي أن نهلل ونبالغ في نتائجه. نشكرك شكرا جزيلا من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان.